لا جال القصايد لازم نزان بدع القاف نسى خير صعبة من فضل عالي الشاني وبنت الرجال اللي مواقفهم تنشاف شريكة حياتي وصفها بالشعر زاني لا جال القصايد لازم نزان بدع القاف نسى خير صعبة من فضل عالي محمد اللي من خذا مثلها ما خاف عقيدة وتخشى الرب في كل الأحيان بعد الماجستير اللي خذتها هجوس طاف على غابة الأشعار وجزلة قفاني تنقيت لي عد فريد ولا هو كافي وقلتها به وجدي حسانة أحساني لها حق ولها قدر واشوف من الإنصاف خلق عالي داعية تكره الإسراف كريمة ومحتاج ما هو تأثيرها باني نقية تقية وافية ما عليها خلاف لها أسلوبها المؤثر والجاذب للعياني وتعليمها عالي ومجهودها ينشاف جهود تخص الدين وتخص ورعانه وفيها ومحبوبة صفر صفر هواجيس الشعر.